طيب خلينا نروح دلوقتي لمشروعات التخرج. عادة مشروعات التخرج بيكون فيها رؤية مختلفة وبيكون فيها أفكار ليها علاقة مباشرة بالواقع اللي بنعيشه. عشان كده طلاب الفرقة الرابعة من إعلام الأزهر عملوا مشروع تخرج عبارة عن حملة اسمها مشوار. الحملة دي عبارة عن رصد لحجم الإنجاز اللي اتعمل في البنية التحتية في مصر من مشروع تخرج مشوار ده نعتبره انعكاس لمفهوم الشباب عن التنمية اللي موجودة في مصر وازاي كان ليها دور في انها تسهل حياة الناس. خلينا نشوف التفاصيل في التقرير اللي جاي ونرجع لكم. رؤية جديدة ومبتكرة أطلقها طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر من خلال مشروع تخرجهم والذي حمل عنوان مشوار، واستهدف تسليط الضوء على تطوير البنية التحتية في مصر، والذي كان له مردود كبير من أساتذة الإعلام بالجامعة للفكرة كمشروع تخرج متعلق بالواقع. ومن أجل التعريف بأهمية البنية التحتية في مصر، خاصة الدور والتأثير الكبير الذي تلعبه البنية التحتية في دورة حياة المجتمع المصري على كافة المستويات، دشن 15 طالباً بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة مشوار، حيث إن البنية التحتية تمثل مصطلحاً هاماً للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة. طلاب الفرقة الرابعة بإعلام الأزهر روجوا لمشروعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار مشوارك صد رد، لتسليط الضوء على أهمية تطوير حجم البنية التحتية ودورها التنظيمي في المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق، والتي تعد مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة وهي أساس التنمية.